الدوري السوري لكرة القدم عاد بعد توقف دام ما يقارب الشهرين بسبب جائحة فيروس كورونا، وطبعاً اتحاد الكرة التابع للنظام وضع شروط لعودة المباريات، كان من أهمها عدم حضور الجماهير في الملعب، وهو ما حدث فعلاً، فالجمهور لم يحضر بأرضية الملعب لكنه حضر بمباراة الاتحاد والشرطة على أسطح الأبنية المجاورة للملعب، وحتى كمان بدون اتخاذ أي إجراءات وقائية مثل ارتداء الكمامات ليحقق هالفيديو انتشار واسع. خلونا نشوفه سوا. وهي في كرة لسامر سالم داخل منطقة الجزاء، بيحاول اللاعب وعم يسدد ولكن أوسيبي تدوى هدف، هدف الأول للاعب أحمد لحمد. معليش عم بتسجل الهدف بالدقيقة 16 من عمر المباراة. ننتقل مشاهدينا لأهم الهاشتاجات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. كان أول هاشتاج نعومي أوساكا، حصدت نجمة التنس نعومي أوساكا على أكثر من 37 مليون دولار على مدار 12 شهر الأخيرة، لتصنف بذلك بالرياضية الأعلى أجرا في التاريخ، وهو ما جعل اسمها ترند عالمي في الساعات الماضية. أيضا ننتقل لهاشتاج أمريكا، لازال هاشتاج الولايات المتحدة الأمريكية متصدر لترند العالمي بعد فرض السلطات الأمريكية حذرا للتجوال في عدة مدن وولايات أمريكية، وذلك على خلفية الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد وعمليات الحرق والاعتقالات التي تشهدها الولايات. أيضا مننتقل لهاشتاج تونس، اسم تونس كان من الأسماء المتداولة على الترند العربي بعد قرار وزارة الشؤون الثقافية التونسية إلغاء دورة عام 2020 من مهرجان قرطاج الدولي والمهرجان الدولي بالحمامات بسبب جائحة فيروس كورونا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي لن يقام فيها مهرجان قرطاج منذ تأسيسه من 56 عام. أيضا مننتقل للهاشتاج الأخير، هاشتاج إليسا، اسم الفنانة اللبنانية إليسا كان من الأسماء المتداولة بكثرة بعد نشر بفيديو من عمليات التحضير استعدادا لحفل المقبل اللي حيكون بصيغة الأونلاين برعاية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، موعدنا بيتجدد معكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي.